فمن فضلكم حافظوا على هذه الأمانة. المنطقة اللي بتمر بظروف صعبة جدا، وبصوا كويس، كان كتير بيقول يا ترى ليه كنت قبل أثناء زيارتي للأشقاء في الكويت والسعودية والخليج والإمارات أقول خلي بالكم من بلدكم. عرفتوا ليه خلي بالكم من بلدكم دلوقتي؟ عرفتم؟ وبقول للمصريين وبقول للجيش والشرطة والإعلام وكل مؤسسات الدولة، خلي بالكم من بلادكم. الأمر والأحداث اللي بتمر بالمنطقة خطيرة جدا، عايزة مننا وعي كتير وصبر كمان كتير وعمل كتير. أهالينا في سيناء كانوا بيتكلموا عن التنمية، والأستاذ فاروق برضو قال إن يعني التنمية لو كانت موجودة كانت أمور ما بقتش وصلت للي احنا وصلنا له ده، وده صحيح. بس احنا كمان التنمية اللي بنعملها وبنجري عليها برضو إلى حد كبير، لما خدنا بقى في إرادة حقيقية عايزة تقوم بده، الحقيقة كانت كمان الحالة اللي موجودة فيها على الأقل في شمال سيناء بتؤثر وتعوق إلى حد كبير. وحد مثال، ومن سنة وشوية قلت إن في طريق يتعمل من مدينة العريش لغاية رفح عشان يبقى حركة الناس عليه تبقى أريح، ثم بعد كده نمتد لغاية غرب القناة. الناس أشقائنا اللي هم تم المقاولة معهم من سيناء، لما وصلت لهم رسائل تهديد ما كملوش الشغل، ما كملوش الشغل. لما جينا نتكلم على يعني شيخ مدينة رفح الجديدة، برضو كان في إشكالية في الموضوع دوت. فكان لابد، أنا بقول وأنا واقف قدامكم هنا، لأن لا يعوقنا عن ده غير إن إحنا الناس اللي هتشتغل تشتغل بأمان، مش كده ولا يا شيخ إبراهيم؟ مش كده؟ تشتغل بأمان، ما يبقاش النهاردة قاعد حد بيتحرك على طريق بيشتغل فيه أو بيعمل ترعة أو بيعمل ما بقاش متأمن أثناء عمله. فأنا بس حبيت أقول النقطة دي عشان أقول إن الإرادة والمشروعات اللي احنا عايزين نعملها لأهلنا في سيناء، مش بس سيناء بالمناسبة، لكل مصر من أول أسوان لغاية اسكندرية. فاللي أنا عايز أقوله إن التنمية بس مش تنمية كمان في إن احنا نعمل مشاريع، لكن كمان بناء الوعي وتشكيله، دي مشكلة دولة ومجتمع، مش مشكلة بس الشعراء ولا المفكرين ولا المثقفين الحقيقة، لا دي مدرسة وجامع وكنيسة وبيت. لما ده يبقى كلهم مع بعضهم بيتحركوا وبيتناغموا رسالة واحدة، الهدف منها انها تعمل وعي حقيقي، وعي صادق، يعني وعي صادق، وعي مدرك، وعي مسؤول. انا اتصور ان اي مشكلة تانية سهلة، هقولها مرة تانية، لو احنا استطعنا ان احنا نعمل وعي حقيقي صادق وامين ومسؤول، اي مشكلة هتقابل مصر هتبقى بعد كده امرها بسيط. لكن الحقيقة احنا محتاجين نشتغل في الوعي والبشر وعقول البشر ووجدان البشر كتير قوي قوي. مهم قوي ان انتم يعني تبقوا مدركين ان في جهد كبير بيتبذل، بس يا ترى الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها مع ازمتنا ومع حتى اخطأنا، هل الطريقة دي هي الطريقة الرشيدة الحقيقية اللي ممكن تطمن اللي بيشتغل انه يكمل شغل، وتطمن اللي بيخطئ انه هو ممكن يعني يصلح اخطائه بدل ما يخبيها، او ايده هتبقى مهزوزة قوي لو انت كل شوية قاعد تبص عليا وقاعد
تنتقدني وتقول لي انت ما انتش كويس، انت ما انتش نافع، انت ما انتش. طب خلاص بقى، لما الطلبه تعرف ده اكتر، لما الاب يفضل يقول لابنه انت ما انتش نافع ولا البنت ومش هتنجحي، مش هتنجح. لا لا، بفضل الله سبحانه وتعالى، اصل احنا ملناش خيار تاني غير النجاح. النجاح لازم تكون متاكدين من كده. بس انا بقول الحاجات الملاحظات ديت عشان تحطوها في الاعتبار، والدعاء بتاع الشيخ ابراهيم وهو بيقول يعني ربنا يلبي طلباتك وما يحوجكش، صحيح. يا رب يا مصريين ما يحوجكم الا ليه هو بس، ويغنيكم من فضله. وده امر يسير عليه، امر يسير عليه. احنا قلنا ان هم المستهدف ان فرحه 6/8 والامل اللي بيطلع ده، وان المصريين قادرين ان يعملوا مشروع في سنه بدل 5، نبتدي نحاربه من دلوقتي ونعمل حاله جوه البلد صعبه من دلوقتي. لما نيجي نتكلم على في الفقره اللي الشؤون المعنويه قدمتها عن، وقالت ان في 6 انفاق هيتعملوا، 6 انفاق دول ده في نفق واحد اتعمل في سنوات طويله، في سنوات طويله. انت بتتكلم في 6 انفاق بتحلم وهتحقق بفضل الله حلمك في 2 سنين. يبداوا من امتى؟ من شهر 9 اللي جاي. طب ليه؟ لما تيجي المعدات من المانيا وتبتدي نشتغل. انا بقول 2 سنين، لكن انا هشوف بس الدنيا لما هتبدا ازاي. يعني اهالينا اللي في سينا، اوعى تكون مش واخد، اوعى تكون فاكر ان انا مش واخد بالي، ولا مرتاح ان انت لو عندك حاجه عايز توديها او مصلحه عايز تعملها غرب القناه على الضفه الثانيه، يعني انت مش عارف تعملها كويس. اوعى تفتكر بس ازاي احل المساله، لازم تكون عارف كده. اوعى تكون فاكر ان انا مش واخد بالي انك انت بتعاني. وانا مش بقول لك كلام عشان انتوا موجودين اطيب بخواطركم، لا والله، لا. انا ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني طاروا ذلك، يعني طاروا الصدق والحق اللي انا بقول. لا انا متاكد وشايف ان انتوا بتعانوا وحاربتوا 67 و73 وقبل كده في 56 وبتحاربوا معانا المعركه ديت. دي مصلحه قوميه ان سينا تبقى متعمره ويبقى فيها الناس عايشه في امان وسلام وتلاقي شغل كبيرها وصغيرها. بس ازاي؟ في عمر الدوله بتاخد وقت. ولما قلنا للفريق اسامه ان في 10 مليار برضو، المطلب اللي اتقال ان هو القوات المسلحه تبقى هي اللي تقوم بهذا الدور، صحيح، بس مش بتقوم بيه عشان اجهزه الدوله ما تقدرش تقوم بيها، لا، ولكن لان القوات المسلحه، لان المنطقه حيويه وهامه وفيها مخاطر كتير، فيبقى لازم اللي بيتولى الامر ده مسؤول عن الموضوع دوت. فانا بس عايز اطمنكم ان احنا من غير ما تكلمونا، والله احنا حاسين وعارفين كويس ان انتوا تتألموا، وألمكم يؤلمنا وجرحكم يجرحنا، لان انتم اهلنا. الكلام ده مش بس لسينا، لكل المصريين. في حاجات بتتعمل دلوقتي شغاله بسرعه كده برضو على سينا، ما دام اتكلمنا عنها. يعني احنا بنتكلم على المرحله الاولى من المدينه الاسماعيليه الجديده، بنتكلم على التخطيط اللي خلص. صحيح، هو في شرق التفريع، هو شرق، بس دي مساحه ارض ضخمه جدا جدا، بتجهز وبيجهز لها قوانين تخرجها ورا بعيد عن كل الاشكاليات تحت مظله هي قناه السويس، عشان تتعمل التصور اللي احنا حطيناه لها يتعمل. وفرص العمل هتبقى مش بس للوادي، لا، ده لينا كلنا، ده حجم عمل ضخم كبير. ده هنا بس، لا، احنا بنتكلم على مزارع سمكيه
وانتم عارفين ان احنا ابتدينا نرتب دلوقتي البردويل بالشكل اللي تستعيد بيه قدرتها مرة تانية، ومزارع سمكية مرة تانية هتشوفوا ان شاء الله هنفتتحها امتى. ثم التوسعة بتاعت مصانع الاسمنت والرخام وغيره. بس انا مش عايز اتكلم كتير عشان الاشرار، عشان ايه؟ اهل الشر. صدقوني انا في كلام كتير ممكن اقوله، والكلام ده كويس، بس انا عارف ان اهل الشر بيسمعوا الكلام ويجوا على الحاجة الطيبة اللي بنقولها وعايزين يحرقوا قلبكم وقلبنا عليها. خلي بالكم، خلي بالكم، احنا عندنا قضية صعبة جدا توقفوا كثيرا امامها. اللي بيقدر يقتل ويخرب ويدمر وينغص حياة 90 مليون بيعمل وهو فاكر انه هو بيقرب من ربنا. يا ساتر، انت كده بتقرب من ربنا ولا كده بتسيء لربنا؟ انت كده بتعظم دينك ولا كده بتسيء لدينك؟ هو دين امان وسلام مش كده؟ احنا خليناه ايه؟ احنا ما خليناهوش كده. فلو قلنا كل حاجة وترتيباتنا ايه وتخطيطنا ايه، اهل الشر هيزعلونا ويزعلوكم. فمش كل حاجة بتتقال، لكن بفضل الله احنا متحركين وهتشوفوا احنا ناويين على ايه. انتم بتطلبوا مني وده من حقكم، بس كمان انا بطلب منكم، ومش هقول ده من حقي، ده من حق الوطن مش حقي. انا اطلبوا مني زي ما انتم عايزين، ولازم تكونوا متأكدين ان بجد يعني دمي وروحي عشان خاطر بلدنا والتسعين مليون. صحيح في ناس يقول لك انك انت تقتل في سبيل الله، وانا لما اقتل في سبيل احياء 90 مليون ربنا ما يقبلنيش؟ وحماية 90 مليون وعدم تشريد 90 مليون. انا بقول الكلام ده مش ليا بس، انا بقول الكلام ده للجيش والشرطة. اوعى تفتكر انا برد على كلام ممكن تسمعه. انت بتموت عشان غيرك يحيى، من احياها فقد احيا ايه؟ الناس جميعا. اوعى تتصور انك انت، لا لا لا، ده حاجة كبيرة جدا جدا انك انت ما يبقاش المصريين لاجئين يعيشوا في معسكرات، ما يبقوش المصريين مهددين. عشان كده الدور بتاعكم عظيم جدا جدا. فعايز اقول مهم قوي ان 90 مليون نحميهم ونساعد ونبني. وارجع تاني للكلمه اللي بقولها، يا ترى هل ده وقت المطالب الفئويه؟ يعني انا بسال، احنا اتفقنا قلنا ان احنا محتاجين، ظروفنا كتير صعبه. هو انا النهارده لأبنائنا وأشقائنا في مصر للطيران، وأنا بقولها بالاسم كمان، هل أنت النهاردة تعتقد أن أنا ممكن أخفف وأساعد في ظروفك وأنا مش شايف أنك أنت مرتبك ودخلك مقارنة باللي زيك في دول أخرى أقل؟ لا أنا عارف. بس أنا عايز أقول لك برضو، يا ترى أنت ما تسعدش بأنك تحمل كل مصري أو أي إنسان آخر وتوصله في طيارة أنت بتاخدها بأمان وسلام لدولة تانية؟ هو ده مش تمن ممكن أنت تعتبره تمن إضافي؟ ولا مش كل حاجة بناخدها في جيوبنا؟ لا، أنا بقول الكلام ده ليه؟ ومش بقوله بس الحقيقة لمصر الطيران، بس أنا جبت مصر الطيران مثل. هو احنا مش اتفقنا ان احنا هنبذل جهد، احنا هنبذل جهد لمده سنتين
مع بعض، وهنشوف الوقعة اللي احنا واقعين فيها دي، او نبقى واقفين نرجع نقف تاني، وبعدين نبدأ نتحرك تاني، وبعدين نبدأ نجري تاني، ولو ربنا قدرنا نقدر نقفز تاني. مش هو ده الكلام؟ طب انا خلفت حاجة، انا خلفت حاجة معاكم، فانتوا كمان يعني زي ما انا بحاول اكون على قدر كلمتي، ارجو ان الكل يبقى على قدر كلمتي. صعب جدا لو ما تعرف ان الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها البلد، صدقني. طب هي ما سألت السؤال، هي مصر ترام بتكسب ولا بتخسر؟ ما سألتش، مالكش دعوة؟ مش هي دي جزء من مصر برضو؟ هي بتكسب ولا بتخسر؟ وهي مصر الترن مش جزء من مصر؟ يعني مش مهم يعني؟ وهي ما بتموت اخد منها برضو؟ انا بسيب الكلام ده لكم كلكم، وانا عارف ان انتم كل من بيسمعني في اي مؤسسة او مصنع، ده وقت ان احنا نتحمل فيه ونصبر فيه مع بعضنا البعض، عشان نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى نعبر الأزمة اللي احنا والتحديات اللي بتواجهنا. صحيح في مشكلة، أو في مشكلة خاصة بالأسعار، وأنا كنت قلت إن احنا هنعمل إجراءات عشان نظبط بها أسعار، أو ما تبقاش التكلفة المالية على المواطن البسيط تكلفة كبيرة بقدر الإمكان. كل الجهود اللي بتتبذل في ان احنا نقدر نجيب من المواطن الريفي اللي في من 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 غيطه، من الحقل بتاعه، عشان نجيب في رحلة واحدة وتصل الى المستهلك، ونوفر خطوات كتير على مستوى الدولة، بتاخد فترة كبيرة. يعني عشان اعمل طريق يخليني اقدر امر على معظم مناطق الدلتا والصعيد، عشان اقدر يبقى اقدر ابقى قريب من الريف المصري سواء كان في الدلتا او في الصعيد، كنت محتاج اعمل شبكة طرق. هي معمولة عشان حاجات كتير، لكن منها عشان اقدر اضبط الاسعار. عشان اعمل ده كنت محتاج اعمل حملة يعني وسيلة نقل ذات كفاءة عالية تقدر تعمل ده، عشان اقدر اعمل اخلي الرحله تبقى من الغيط للمواطن. يعني مفيش تجار كتير ومفيش خطوات كتير في الطريق، كان لازم اعمل منافذ بيع سواء كانت للدوله او حتى للقطاع الخاص عشان اعمل ده. طيب انا عايز اقول حاجه، احنا بنبذل جهد في هذا الموضوع ومتحركين فيه بكل بقوتنا من قوه. طيب هو برضو مش الكلام لينا كلنا يا مصريين؟ هو البياع اللي بيبيع مش مصري وبيبيع لأخوه المصري؟ طب هي أجهزة الرقابة اللي بتاعت الدولة مش مصريين؟ وأدائهم ده مش هنعكس على ضبط الأسعار؟ احنا بنتكلمش على ان احنا نخاطب الناس فقط بالقيم والمكارم لكن احنا بنتكلم كمان ان في دور كبير لينا كلنا مع بعضنا، احنا كمواطنين، احنا كأجهزة، احنا كدولة. احنا بنحاول كدولة، بنحاول، لكن مش معقول هقدر احل المسألة اللي دول كتير عشان تظبطها خدت سنوات وجهد كبير. فاوعوا تتصوروا ان يعني احنا مش هنبقى مستعدين خلال الفترة اللي احنا فيها واللي جاية لضبط الاسعار. كل مشكلة موجودة لوقود، لطاقة، لبوتاجاز، كل دي مشاكل كانت موجودة بقى لها سنين طويلة وتفاقمت خلال الأربع سنين اللي فاتوا كمان، عشان نقدر نعيد مرة تانية انضباطها بشكل مناسب، مش بشكل جيد، عايزة جهد ووقت وعمل، وأرجو إن ده هيبقى وصل لنا كلنا. مرة تانية أنا عايز أأكد معاكم كلكم إن إحنا المصريين مع بعضنا البعض هنستطيع إن إحنا
نحقق الأمل والحلم اللي كتير بيعتقد إنه غير قابل. لا قابل، والإرادة قوية إن شاء الله. وأنا متأكد إن إحنا مرة تانية وبفضل الله هنقدر نحقق كل اللي إحنا عايزينه. بس يا ترى كمان أشقائنا في الحكومة وأشقائنا في الإعلام، من فضلكم مهم أوي إن إحنا القضايا اللي بنطرحها على الناس، القضايا اللي بتطرح على الناس، القضايا دي في منها قضايا يعني لا تليق إنها تخرج أبدا أبدا وتطرح في الإعلام. في قضايا كتير الناس بتتكلم فيها وبتعمل منها حكاية. إحنا أكبر كتير وعندنا قيم ومبادئ أكبر كتير من إحنا نطرح موضوع زي كده وكأنه كأننا كلنا يعني. خلي بالكم، لازم تكونوا واخدين بالكم، أنا بتكلم مع جيش الشرطة، أنتم مستهدفين، أنتم مستهدفين، والاستهداف إن أنا أوقع بينكم، بين الجيش والشرطة، وبين الجيش مع الجيش، وبين الشرطة مع الشرطة. أقول تاني، ما هي دي العمدان، دي الإيه؟ العمدان. وعشان كده من فضلكم القادة، مش بس القادة، على مختلف المستويات، لو سمحتم اقعدوا مع ناسكم واتكلموا معاهم ووعوهم ان هم في محاولات لاختراقكم، في ناس بتحاول يعني تستغل، عايزة تعمل اختراق من الفصائل ديت ليكم. انا بتكلم على الجيش والشرطة وهي جهة اخرى، بس الجيش والشرطة اخطر، الجيش والشرطة اخطر ان حد يستهدفهم ويحاول يخترقهم. يبقى واحد مننا قاعد معانا وهو مش معانا، ما ينفعش. انا بدأت بالجملة الاولانية ان احنا لازم من الاول نبقى كده، وعشان كده انا بشكر السيد الفريق صدقي والسيد وزير الداخلية على اللقاءات دي، وتتكرر على مستوى المديريات وعلى مستوى الاقسام وعلى كل المستويات، ده يزور ويتقابل ويسمع ويتكلم. ولازم احنا نبقى دايما كده، مش بس الجيش والشرطة، بس انا بقول الجيش والشرطة عشان هما اهم حاجة دلوقتي في حماية مصر، حماية مصر، لازم تبقوا كده. ثم الشعب المصري كله يبقى كده، غير كده ما تقلقوش بقى. انا بدي رسالتي للمصريين الاخيرة خالص، طول ما المصريين على قلب رجل واحد، لا في تحدي داخلي ولا تحدي خارجي، هيقدر يعني ينال منا، مش هيحصل. انا ارجو اني ما اكونش اطلت عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، وكل التحيه وكل التقدير لاهالينا اللي موجودين في سيناء، والشباب مصر اللي موجودين معانا، والأسر والشخصيات اللي تم تكريمها، والضباط الجيش والشرطة. شكرا جزيلا.